اروح لموضوع يمكن قليم شويه، ولكن دايما قبل هذا النوع من الحوادث، واحنا بنتكلم ان الحوادث والجرائم تقع في كل العالم، في كل دول العالم في حوادث، وفي حوادث غريبه وحوادث اليمه. النهارده يمكن في حادثه مؤلمه شويه من الاردن، ودي حصلت الاسبوع اللي فات. سيده قتلت اطفالها الاثنين شنقا، شنقتهم. طبعا الجهات التحقيق الأردنية مستمرة في التحقيق مع السيدة اللي قتلتهم أو خنقتهم، قتلت الطفلين خنقتهم. كمان اللافت في هذه القضية أو هذه الجريمة أنه خلال الفترة اللي فاتت حصل حوادث مشابهة، قتل أطفال من أهاليهم. فيمكن هو ده الخبر اللي كان لافت فيما يتعلق بالأردن، أنه في الأسابيع اللي فاتت زي ما شفنا الطفلين اللي اتخنقوا او والدتهم خنقتهم. قبلها كان في حادثه انه اب فضل يضرب اولاده لحد ما ماتوا، برضو طفلين فضل يضرب فيهم لحد ما ماتوا. قبلها اب اخر قتل اطفاله بالرصاص. فطبعا ثلاث حوادث مشابهه، ثلاث حوادث خلال الفتره اللي فاتت. زي ما قلنا الجريمه لا تتعلق بس بالاردن، ولكن الجرائم تتكرر في العالم كله، وفي جرائم افظع من كده موجوده في العالم كله، ولكن يمكن اللافت في هذه الجريمه انها تكررت خلال الاسابيع اللي فاتت، وكلها بتتعلق باب او ام قتلوا اطفالهم. هنروح للدكتور حسين الخزاعي، استاذ علم الاجتماع بالاردن. مساء الخير دكتور حسين، اهلا بيك. مساء الخير وكل التحيه والاعتزاز لكم في قناه PNC ولك استاذ اندي واسره هذا بك. البرنامج، وانا سعيد اكون معاكم. احنا كمان سعداء انك تكون معنا في مساء دي ام سي. دكتور حسين، يعني هي مجموعه من الجرائم المؤلمه وقعت خلال الايام الماضيه. كعلم اجتماع بيشوف هذا النوع من الجرائم بيكون ايه دوافعه ان اب او ام يقتلوا اطفالهم؟ هي هذه الجرائم تصنف من ضمن الجرائم الصادمه بالمجتمع، هذه جرائم عائليه تقع في محيط الاسره. الاسره اللي مفروض انها توفر الامن والامان والطمانينه وكل سبل السعاده للاطفال ولبعضهم البعض، ولكن انه يتحول الاب او الام أو الابن إلى جاني أو إلى مجرم، يعني هنا الصدمة الكبيرة اللي بتكون أو بتهز المجتمع عادة وتبقى طيب عالقة في المجتمع، فهي من الجرائم الصادمة جدا في المجتمع، وخاصة لما إنها يعني تكون من طرف الأب أو من طرف الأم. طيب دكتور حسين، يمكن أنا أديت يعني قراية سريعة عليه أو معلومات بسيطة عن هذه الجرائم الثلاثة لآباء أو أمهات قتلوا أطفالهم، ولكن ما شرحتش تفاصيل تتعلق بآخر ما وصلت ليه التحقيقات. لو اتكلمنا عن الأب اللي أطلق الرصاص على أطفاله، أو الأب اللي فضل يضرب أولاده لحد ما ماتوا، أو آخر السيدة الأخيرة اللي خنقت أطفالها، هل لحد الآن التحقيقات أظهرت هل ده كان سبب تحت تأثير مثلا أدوية معينة، أنواع معينة من المخدرات؟ إيه دوافع جرائم كهذه الجرائم؟ شوفي، خليني أحكي لك قضية مهمة. إحنا عندنا ثلث جرائم القتل تقريبا هي جرائم عائلية تقع داخل الأسرة. والمشكلة إنه وهذا الحكي موجود في كل الوطن العربي للأسف الشديد، بيعتبروا انه الاسره حصن حصين ولا يجوز لاحد ان يتدخل بها الا الزوج والزوجه فقط. واي واحد يتدخل بين الاطراف النزاع داخل الاسره او الصراع يجب ان يكون بطلب من الزوج او الزوجه. هذه جرائم حساسه. الان فيما يتعلق بالخفايا التي تجري او بالخفايا التي او الدوافع التي ادت الى ارتكاب مثل هذه الجرائم عادة، بما أن الأسر تكون حريصة على عدم إبلاغ الآخرين أو إطلاع الآخرين على خصوصياتها، تبقى الآن هي جرائم قيد التحقيق وجرائم لا يعلم عنها إلا الجاني أو المجني عليه. يعني إذا كان الجاني قد موجود على قيد الحياة ممكن أنه هو يتكلم براحته
وإذا كان المزني طبعا. توفى من سيدافع عنه؟ طيب دكتور حسين، هنا قلت نقطة السبب. مهمة. آه تفضل تفضل. اتفضل. السبب الرئيسي في الخل... في ال... في ال... في الجرائم الأسرية إنه دائما لا يكون هناك حل إلى حل الخلافات بسرعة. في بس خلافات ايه يا دكتور حسين؟ اذا سمحت لي، خلافات ايه اللي ممكن تبقى بين ام واطفال او اب واطفاله؟ يعني ايه الخلافات اللي أيوة. بتوصل لهم يقتلوا اطفالهم؟ أنا بشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ إندي على هذا السؤال، لأنه هذا مهم ولازم كل أبناء المجتمع العربي يسمعون الآن. إيش السبب الدافع اللي بيخلي الأب أو الأم يقوم بمثل هذا العمل؟ هو انتقام، بس فقط انتقام، يا إما من الزوج أو من الزوجة فقط. الدافع الرئيسي، لا يوجد سبب آخر. يوجد هناك خلافات، هذه الخلافات لم تحل، استمرت إلى فترة طويلة، ما بدهم يدخلوا حدا من طرف الأهل أو من طرف الزوجة أو الزوج في حل هذه الخلافات. التزمت بالرأي، غياب ثقافة الحوار للأسف الشديد مش موجودة بين أبناء الأسر. كمان القضية الثانية، التقليد الأعمى اللي بصير، تقليد الأب أو تقليد الأم في السلوكيات وفي التعامل داخل الأسرة. فهذا بيجعل، إذا كانت، شوفي، الأم، إذا كانت الأم هي التي أقدمت على ارتكاب مثل هذه الجريمة بالأطفال، تكون غير قادرة على ارتكاب هذه الجريمة بالزوج، فالآن الذي يدفع الثمن الأطفال، هو الأطفال. فهي تكون في حالة، خليني أحكي، الأنثى الزوجة تكون في حالة غضب شديد وفي حالة توتر شديد ونفور شديد من الزوج، والعكس صحيح أيضا. الزوج إذا أقدم على قتل أطفاله من الزوجة، هنا الدافع. طيب نصيحة سريعة دكتور حسين، حضرتك أشرت إلى إحصائية، يعني معرفش إذا كانت الإحصائية اللي حضرتك اتكلمت عنها تخص الأردن أم تخص الوطن العربي كله، لما بتقول تلت الجرائم اللي بتقع في هذه المنطقة من الوطن العربي بيكون جرائم أسرية. إيه النصيحة اللي تقولها دكتور حسين؟ هي تخص الأردن فقط. تخص الأردن. 50% من هذه الجرائم ناجمة عن خلافات أسرية داخل محيط الأسرة لم تحل على الإطلاق. وفي قضية يا أستاذي إندي، إنه المجتمع العربي لا يتدخل في خصوصية الزوج أو الزوجة إلا إذا كان بطلب من الزوجة أو من الزوج. الآن أنا اللي بنصحه لكل أبناء المجتمع العربي، أولا قضيتين. القضية الأولى، إذا كان هناك تعدد زواجي، يعني زوجة أولى ثانية ثالثة، يجب أن تكون العدالة والمحبة موجودة بين الأزواج. هاي واحدة، بين الزوجات وبين الأزواج. اثنين، القضية الثانية، ثقافة الحوار، ومش بس ثقافة الحوار، ثقافة الحوار وتقبل وجهة النظر الأخرى وعدم التعصب بالرأي، وخاصة من قبل الذكر، وعدم الاستهتار في أي سوء تفاهم قد يحصل بينه وبين زوجته أو بين الزوجة وزوجها. أيوة. الثالثة والمهمة جدا، أيوة، إنه عدم تأجيل حل الخلافات بين الأزواج. بنصح وما يحصلش تراكم يؤدي إلى غضب، يؤدي إلى هذا النوع من الجرائم. أنا بشكرك جدا دكتور حسين الخزاعي، أستاذ علم الاجتماع بالأردن، شكرا جزيلا ليك.